نرحب بيكي معانا في الفن. ألف مبروك على نجاح صلة رحم. ميرسي، الله يبارك فيك. إيه إحساسك بإن أنت بطلة أفضل مسلسل في رمضان 2024؟ والله أنا مش عايزة أتسرع برضه، لأنه في مسلسلات طبعا 30 حلقة لسه مخلصتش، وفي لسه بقى في دفعة مسلسلات جديدة هتحصل في النص التاني من رمضان. بس أنا طبعا مبسوطة قوي 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 بردود الأفعال، ومبسوطة قوي إن أنا شاركت في العمل ده، لأنه كانت تجربة يعني حلوة بالنسبة لي رغم صعوبتها، وكسبت كل الناس اللي أنا اشتغلت معاهم. كانت تجربة ممتعة فعلا. دور زي ليلى اشتغلتي عليه إزاي؟ قفلت على نفسي في الأوضة لمدة 10 أيام تقريبا، يعني بعد ما قريت اول كام حلقه اللي كانوا موجودين ساعتها المكتوبين يعني ساعتها، وقعدت مع استاذ تامر قبل ما هو يسافر لبنان يحضر، قابلته في المكتب وقعدنا نتكلم في كل تفاصيل الشخصيه، واتكلمنا عن شكل الشخصيه وهو عايز يبين ايه وازاي. انا بصراحه طلبت منهم ان انا محتاجه اسافر ابعد عن بيتي وعن مصر اسبوع 10 ايام. قلت لهم انا عايزه اروح، لو انتوا هتصوروا في لبنان انا عايزه اروح 10 أيام قبل ما أقف قدام الكاميرا، بروح الجيم باكل بنام بس، ما مش حاجة تانية، لأنه كنت محتاجة أرمي بقى كل حياتي بمسؤولياتي ببيتي بولادي، أنسى كل حاجة في حياتي، كل تركيزي أحطه في الدور. فالأسبوع ده عملت زي فترة نقاهة كده عشان أخش في الزون بتاع المسلسل وما أطلعش منه، وفرق معايا قوي إن أنا ما كنتش بضطر أرجع البيت او ابقى ام في النص. لما قريتي السكريبت هل فكرك بمسلسل جميله رمضان السنه اللي فات، اعتبارا ان في لاين ليه علاقه بتجميد البيضات برضه؟ هقول لك حاجه بقى غريبه، ان انا اصلا ما خدتش بالي من الموضوع ده غير لما كتبوا عليه من يومين، لما انا كتبت ايوه حسن، هو كان مختلف، يعني مختلف تماما كنوع مسلسل، كطريقه ما بيتم التناول بتاعه، فانا اصلا ما خدتش بالي ان انا اصلا عملت حاجه فيها بويضات السنه اللي فاتت وانا بصور طول المسلسل، لانه شخصيتين بعاد قوي عن بعض، عالمين مختلفين عن بعض تماما، فهي صدفه يعني، هي صدفه. بس ده تاجير ارحام وده سرد بويضات، لا موضوعه يختلف معلش. كمان في صله رحم يعني في قضايا انجابيه اكتر من قضايا انجابيه بيتم مناقشتها، وعليهم انقسام في المجتمع دايما يعني، فانا عايز اعرف رايك انت في فكره استئجار الرحم. يعني الحقيقه انا ما اعرفش، يعني انا عارفه انه، وطبعا زي ما بينا في المسلسل انه 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 الدين بيقول انه ده غلط، بس برضو زي ما حسام او اياد نصار قال انه كتير قوي لما بيحصل حاجه جديده في الطب بالذات اول حاجه بتدل عليها ان هي حرام، وبعد كام سنه احيانا الفتاوى بتتغير، فالله اعلم يعني، انا مش عالمه ولا شخصيه دينيه عشان اعرف اتعمق في الموضوع ده، ولكن انا مش عارفه لو حد في موقف ليلى وحسام ودي فرصته الوحيده ان هو يخلف، هل انا ممكن نلجا لحاجه زي كده؟ بس لما فكرت فيها في ظل يعني كل المعلومات اللي عندي لحد دلوقتي، انه لو انا مش قادره اخلف او ما عنديش فرصه ان انا يبقى عندي ولاد، افضل مثلا اتبنى طفل، لانه في اطفال كتير قوي 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 يعني موجودين في الكوكب وما عندهمش حد يرعاهم، فممكن افكر انه مثلا الابتلاء ده ممكن اعمل خير، ممكن تبقى علامه من ربنا انك تعملي خير بالظبط. فانا كيسرى يمكن لو اتحطيت في الموقف هعمل كده، بس انا برضو ما اتحطتش في الموقف، الواحد ما بيقدرش يحكم غير لو اتحط في الموقف بجد. بس من الناحيه بقى الاخلاقيه كبشر، يعني هل بتحسي ان موضوع تاجيل الارحام استغلالي؟ يعني دي من الاراء اللي انا سمعتها عن القضيه نفسها عالميا، لان في ناس شايفين ان انتوا بتستغلوا جسم انسان بره عنك، بس هو مضطر بسبب ظرفه زي اسماء ابو اليزيد. أيوة. حنان ايوه، هو طبعا لو الشريحة الاجتماعية للشخصية اللي بتأجر الرحم في حالة زي شخصية حنان مثلا، دي فرصتها الوحيدة ان هي تكسب فلوس او ان هي تطلع من مصيبة هي فيها، فده طبعا ممكن يبقى ظلم، بس هو حسب معلوماتي هو بره بيتعامل بشكل قانوني، مش بيكون فيها استغلال، يعني هو بيبقى زي اتفاق، هو ديل زي ما قالوا في المسلسل. ولكن فعلا فعلا اهم نقطه بقى بالنسبه لي انا كأم بقى، كحد جربت تجربه الحمل مرتين، انا شايفه هي حاجه ظالمه جدا للام المؤجره الرحم بتاعها، علشان هي بتنمي علاقه مع الطفل، يعني ما هو الطفل ده بياخد منها برضو، وهي بتنمي حتى لو في الاول هي مش حاسه بحاجه جواها، على الشهر الرابع البيبي بيبدا يتحرك، فهيبقى في يعني هو منها برضو،
ففي كونكشن بيحصل. فممكن هي لما وافقت على الموضوع في الاول ما كانتش متخيله الكونكشن ده هيحصل، فلما بيحصل بتبقى في مأزق. وده اسماء عملته بطريقه حلوه قوي قوي قوي، يعني كان بان في عينيها من غير ما تقول حاجه. انت كمشاهده حسيتي الابن لمين اكتر، هل حنان ولا ليلى؟ انا حسيت انه ليهم هما الاثنين، انا حسيت انه مش ما ينفعش حد واحده منهم تتحرم منه، وانه هنا بقى الصعوبه ان هما لازم يلاقوا طريقه يربوا الطفل ده ويبقوا جزء من حياته. بس هيشرحوا له بقى ده ازاي؟ ما هو ده برضه من ضمن المشاكل اللي او الاسئله اللي بيطرحها المسلسل. طب الطفل ده هيطلع حتى لو الاثنين صحابه بيربوه هيشرحوا له ايه؟ وهو عنده مثلا 4 5 سنين هيقولوا له ايه؟ كمان هيبقى ايه احساسه لما تعرف ان يعني انت امك ما حملتش فيك؟ ما ده حاجه مش هيفهمها غير هو عنده 15 سنه. فطب وقبل كده هيبقى ايه؟ الطفل هيطلع مشتت برضه. برضه في قضيه تانية اللي هي الاجهاض، بس دي بقى الانقسام عليها اكبر. اقول لك ليه؟ لان عالميا انت متخيله ان الغرب دلوقتي في امريكا فيها ولايات ممنوع فيها، عارف، في ناس كتير مؤمنين ان هو المفروض يبقى حق الاختيار، برو تشويس. انا رايي الشخصي ان هو ده من حق الست ان هي تختار لو هي عايزه يبقى عندها طفل ولا لا. مش بس الست اللي مثلا غلطت او لحد ضحك عليها، لا، ممكن يبقى في اسره عندهم مثلا 5 ولاد وما في مقدرتهم، ما عندهمش المقدره ان هم يصرفوا على طفل سادس، فيحسوا ان هم يعني ماما هيظلموا الطفل ده. زي شخصيه حنان في اول المسلسل، هي كانت متجوزه واحد بيضربها ومش عايزه تخلف منه، يعني هي متجوزة غصب عنها ومستحملة وجاية على نفسها، بس في الآخر هي مش عايزة تخلف منه. فالست من حقها ان هي تختار، ده رأيي انا الشخصي يعني. بس انا عارفة ان انا هتهاجم علشان بس انا متفق معاكي الصراحة، بحاول ان انا اتهاجم معاكي. بس الجمهور مش هيتعاطف معي. ان شاء الله خير. انت في حياتك بتسامحي بسهولة زي ليلى؟ انا بسامح بسهولة. انت برج الاسد صح؟ ايه. طب انتوا بيقولوا عليكم ان انتوا واثقين من نفسكم. خالص، انا مش واثقه في نفسي خالص. انا برج اسد مضروب، انا دايما مع ان انا 8/8 يعني في صميم الاسد، بس كل حد بيسالني بيقول لي لا انت مش اسد خالص، وانا مش حاسه ان انا فيا صفات الاسد كلها خالص. ده حتى بيقولوا ان الثقه بتوصل لغرور والناس بتخاف منك. يا ريت، عارف انا لو كان عندي ثقه وغرور كنت ابقى في حته ثانيه. طب انت تعاملي مع النقد ازاي بقى على كده؟ النقد البناء مش بيضايقني، بالعكس بيبسطني، بيديني زقة ان انا في حاجات ممكن ابقى مش واخده بالي منها او حاجات محتاجه اهتم بيها او اركز عليها. في ناس بقى بتشتم من باب الشتيمه، دول يعني بعتبرهم مش موجودين يعني. ما لما بلاقي الفاظ خارجه طبعا بشيلها عشان مش ببقى عايزه الفاظ خارجه على الصفحه بتاعتي. في ناس برضو يعني جواها مش سليم وبتعتبر السوشيال ميديا دي مكان عشان يطلعوا كل الطاقه السلبيه بتاعتهم، بس النقد البناء انا بحترمه جدا وبهتم بيه، ولو حاجه انا شايفاها صح في محلها وبساعات بشكر الناس او برد او مش ببرر، بس ممكن اشرح مثلا حاجه حصلت او كده. طيب في ليله العيد ما شفتوش؟ هموت واشوف. اصلا كنت بصور في لبنان. طب زعلت ان هو اتشال بدري كده؟ كان خد شهر في السينما عندنا. هو يمكن انا حاسه انه فيلم ليله العيد ما اتعملوش دعايه كفايه، فيلم فضل برضو مركون 3 سنين، ورغم انه فيه نجوم كتير جدا جدا وموضوع بجد بجد مهم، بس انا حاسه ان المشكله كانت في الدعايه. بس انا برضو ما كنتش متابعه قوي عشان كنت مسحوله في موضوع ليلى ده، فكنت بحاول ما اقعدش اهتم بسوشيال ميديا وبحاجات تانية. بس يعني كل الممثلين دول كان ممكن طبعا يتعملوا كامبين اكبر من كده بكتير. كنت شايله اوزان حقيقيه في التصوير وكده؟ لا ما كانش خفيف، بس برضو ما كانش تقيل قوي يعني، كان في النص. هو كان اسمنت اصلا، ما هي عشان ما عندهاش فلوس تجيب الحاجات، فهي عامله حاجات يعني do it yourself دي. طيب بتحضري لإيه دلوقتي بقى؟ شو رأيك فيه بعد كده؟ قريت حاجة أو حاجتين off season، بس لسه يعني مش هيبان غير بعد العيد بقى. بعد رمضان الناس بتبقى عايزة تاخد بريك شوية وأجازة العيد، وبعد كده هنشوف. والسينما؟ السينما لسه، بس أتمنى نفسي يبقى في سينما قريب. في مخرجين معين نفسك تشتغلي معاهم؟ بس مش هقولهم. ليه؟ ده عكس ده المانيفستيشن بيحصل كده. طيب أوكي، أنا هقولهم ماشي. كان نفسي أستاذ داود عبد السيد ما يكونش اعتزل، كان نفسي أشتغل معاه جدا. أستاذ يوسف نصر الله، مع كاملة أبو ذكري، مع مروان حامد. عايز اشتغل تاني مع محمد شاكر خضير، انا اشتغلت معاه في اول فيلم كان هاتولي راجل، كان اول مره يخرج خالص وبسطت معاه جدا، فنفسي اشتغل معاه تاني.